بعدين فقط زادت نقطة فيدباك. مثلا إذا كانت جراف نيجاتيف فهي 90% هاي مو كوكا، لأنه ما في كوكا جراف نيجاتيف ما عندك جراف. ما في جراف نيجاتيف كوكا، كل الكوكا هي جراف بوزيتيف ما عندك جراف. وقسم منهم مدى تهمية يعني مثلا عسينة تابكتا وبران هاميلة ما نخطب مدى تهمية، الوحيدة اللي هم بيها عيسوين لازم يقولون ايه فبس انها عيسوين هاي عسينة تابكتا انها عيسوين وبران هاميلة هاي الوحيدات اللي هي بران هاميلة في الكوكا ماكو تقول عبارة في شركة كثيرية بران هاميلة في الكوكا بس عيسوين ماشي. فإذا هي بران هاميلة وطلع عندي شكل انه كوكا لا كوكا بس لا اعلم كوكا بس واضح. بس اذا بوزيتيف نقطه بشكل بس ملاحظه غالبا البوزيتيف يعني لو كوكا بس قليل تقول كوكا بس تقول بس كوكا بس هي هاي فيو مارف بتقول بس لايف بنفس الفيو او غير فيو تقول وياها بس لايف واضح كذا ما يطلع ماشي. فما نخ اذا زين لنا إذا عرفنا شنو الجينس الخطوة اللي بعدها الخطوة الثانية نزرع أسد الفيديو بتحبون من نزرع أسد الفيديو ومن البداية ممكن سمرات ولا باتش سبير ومرات تجي محبوب بالتقييم وشو أنا بدي هو زرع أسد الفيديو كل هذا مجانا وزارة العلوم والتكنولوجيا بالتقييم وفضل أسد من الخطوة الأولى زرع أسد الفيديو أنا دور على الستاف من الخطوة الأولى أنا زرع على مالي فصل خو شنو اللي بدنا نستافي نسوي هذا المشكلة مش زي البكتيريا أخوياها إذا تبغى زرع عملية تنمية الاستاف صحيح ومش بس تحطوها في الاستاف كذا ليش جمعتها وترك تباخ مش زي الاستاف مش ده نوع أخرى جزء لو فخلاص ما يصير فلاحظوا الخطوة الثانية بس ملاحظة الخطوة الثانية ما يخاف فيها خاف فيها مدعي يعني ليش الكتر ليش والأوكسيديز والبرامستين والأوئف أربعة نفسية ممكن نسميها كاتاليز ثمان الأوكسيديز نفسي شو أربع دقائق صحتها بعد أربع دقائق نهم النتيجة هي مالتها زين برامستين هم تأخذ دقائق خمس دقائق بالزايد فكلها بنفس اليوم والأوئف أزرعها أنت بالثاني يوم ترى النتيجة مالتها الأوئف والبيوريفيكيشن هذا أول يوم زرع ثاني يوم بيوريفيكيشن ثالث يوم مالتها حيث اليوم الرابع طلعت اشتريت زين فنزرع سلكتيف ميديا هسه نجي احنا لدنا هنا اذا وصلنا انه مثلا هذه الساعه حتى اتاكد اكثر وبنفس الوقت اخلص من التلوث قدر الامكان ازرع من الستاف ازرع من فوق صوت الجار او ستاف 110 ستاف 110 اذا سكرت مثلا لا ازرع من هون صوت المزايد ما ذكر يعني ما ذكر وانت صوت المزايد تصير لونها اسود مزايد فهذا حسب البكتيريا يعني كثير بكتيريا ساعات ازرع على المكونكي ازرع على البريانت اجار ممكن اس اس اجار احسن من الشكل اجار اذا كانت مايكرو بكتيريا مثلا مو يوم بس او تركب على اسابيع بسرعه فالستاف انتروسيلاس ممكن مكونكي ممكن بريليانت اجار بريليانت جرين اجار ممكن ايوزين مثلين ايوزين ام اوف تطلع متالك شين تطلع متالك شين اي كولاي بس يعني ام بي ايوزين مثلين زين اذا كانت مايكرو بكتيريا مثلا ازرع على دورست اي دورست اي اجار او ليفنشتاين ممكن بس ليفنشتاين دبليو مو في بس هي الالماني كانوا يشتغلوا في التنزيل احسن شنو مثل المايكروبكتيريا دورست اي او ليفنشتاين او تي ان ال اي دبليو بعدين ليفنشتاين ترى ادوارد ميديا ماكو مو ادوارد ميديا اكو ادوارد ميديا زين يا شباب وهكذا مع ملاحظة خلال عمل سنين يعني يوم عن يوم وتوصلت القناعة انه اكو عندي اكثر اسمها الميديات
كم مطار استنبيل بالمحاسب بيها في البيزا وهم مجتمع أخذنا في كل طور في الوجه ليش؟ أكو بكتيريا ما هذا ما هي كان البيزا ما هي في السوق والله هذا الباستور قلت لي بيزا ما هي خاصة إيرانوس واكا فأحضر على أصلا المكونات ما نسى وانا الدلاء هذا اللي كان البارحة على نفس الشيء أو بيزا وكل طور الجاي مواد أساسية ما نيجي شحتة البيتر أخبر بيتر مثل ما قبل سنتين ممكن تفرجنا وضح الكمبيوتر من راد النوكارديا ميديا خاصه بالنوكارديا صار شيء بالراحه في الاستاذ اكثر في كريم وقال يعني شنو النوكارديا كل سنه بس شوف راح احضر سكيم وكذا حضرت انا جبت حليب وجبت الطبخ وجربت نفس الشيء عند الشتاء في المكونات يعني يفضل انه واحد دائما يخلي جوا ايده المكونات الاساسيه لبعض الميديات اللي يستخدمها سلكت ميديا يعني فكتوز، فكتوزواتا، برايف عارف الفيوجن، جوجل عارف الفيوجن أقام قصد البرايف عارف الفيوجن نفسه زين؟ واحد جيلات الإكستراكت، ما هي مكونات أساسية وعلي خلال جويدة أنه يعني راح يحتاج لكم هاي بكتيريا سلكت الميزة مالتها ما موجودة لا تبع عارف الميزة مالتها ما عارف عارفها بالعراق واصلة الميزة مالتها شنو؟ أقول واصلة لا بس مو يعني مخش ملاحظة الرسلة لا موجودة أنا عندي بس الرسيلة قالوا لازم نضيف لها مواد نضيف لها الأكسيك أسيد نضيف لها ثايمين موحد باسي براسيد واخر سنة لا هو المستعمل في الشيء فأكو إضافات لازم نضيف لها بس براسيد الأكسيك أسيد ثايمين كلها لازم تنضاف على الميديا مال الرسيلة حتى يصير ثلاثين وسرعة تلوث زين الآن ولا سيلكتك ميديا بعد سيلكتك أو دفنيشن إذا بفنشة بعد أفضل سلكت الأور دفنشة وتعرفون شو الفرق؟ دكتور هذا بي سلكت نعمي جزء واحد لو بكتيريا واحد يعني لو بكتيريا كل لو بكتيريا اللي هي بوصل واحد لو واحد وإذا بوصل فرقنا أو بي أو بي دكتور لا راح أترك على الأرقام سو شوف يا شوف سلكت بيها الهيبيتر بس ما بيها انديكيتر ماشي الدفرنشيال بيها الهيبيتر والانديكيتر وبالتالي سيلكتيف لو جروث لو جروث ماشي ديو تو شنو بريزنس او الهيبيتر بايز مثلا بايز على سبيل المثال ماشي الموجود بالمكان وبالتالي معناها هاي شنو فرق لي بين جينز فرق بين الجناس بس ما تفرق لي بين سبيشيز الديفرنشيال ايضا جروث لو نو جروث بسبب وجود الانهبيتر بس الجروث اللي يتمه بكتيريا اللي يتمه بسبب وجود الانديكيتر ماشي اكثر راح تنطينا هنا لو يعني على سبيل المثال ما يوصل صوت على قال مثلا راح تنطينا لو يا لو فرمنتيشن لو ماكو نون فرمنتيشن مو اوكسيديشن تقول انها مفترض ماشي اذا معناها شنو بين genus and some species. هنطلع على شو بس؟ selective راح تفرق لنا بس خطوة واحدة. The differential أبي خطوة إضافية. شو ال the staff 110 110 يفرق لنا staff عن selective. انتهى بس. ما نتصل على. يفرق لنا staff عن selective صح؟ وبنفس الوقت يفرق لنا جماعة staff نفسها. هي كلها اكتب مستوى لكن يفرق لنا هل هي مانيتور فيرمنتر او مانيتور نان فيرمنتر مانيتور فيرمنتر مثلا ستاف اوريوس ومرات ستاف ابيديرمس النان فيرمنتر بقيه ستاف كلها اللي هي كومبليسيت ستاف عدد ابيديرمس يعني هاي نص ستاف هاي نص معناتها فرق اللي هي اصلا غالبا نان باثوجينيك بينما الاوريوس غير باثوجينيك زين وصلنا لاخر مؤسسه تسعه هنا نسوي بايو كيمتر تيست
نحن تلقينا تماما وزرعنا على السلكتيف للتأكيد على انه هذا السبيشيز اعرف هذا الجينس وصح زرعنا على السلكتيف او على الديفرنشال هسه ليش نسوي بايو كيميكال تيست؟ يعني تأكدنا هاي مثلا كيلو بكتيريا اجي اسوي بايو كيميكال تيست كل بايو كيميكال يا شباب انتبهوا النقطة انا مو هي مبدا انه انا محضر 20 بايو كيميكال كل الاسنان في الانفاق امشي على 20 مختصر صح اعطينا صوره واضحه للبكتيريا اذا اشتغل على البكتيريا واحده ماشي بس اذا اشتغل رفضي حالا على الانفلونسر ما بجسمي الصفات يعني انا شكيت هل انهم يعني اللي نفترض انديرون في ياس اجي اسوي لهم فيك انديرون مثلا الفوكس بلس كور سيوا سيوا ليه دام لما تلقى ار نيجاتيف وفي بي بوزيتيف شخص تهم الموضوع هاي لو كنت زياده ولا شيء ما راح ما خلص وغالبا يكون زياده ماشي انسى الباقي هذا بدي اشتغل على الثلاثيه فقط مع الاستفاده من كل صفه عندي من البدايه انه بدي زياده تكون ستيكي مثلا بين 20 او 24 واضح لو تطلع على المكان كذا بدي زياده يكون احمر او بينك بينما بشيء بدي يكون جراي كمان من اشوف فيجن انا واحد لما اقول لها زياده بشوف واضح ما اقدر اسوي 20 بايك كشغل عملي يعني ممكن كبحوث خاصة بالتطاريق اكتب بس اكتب يعني اختبارات مرات يعني انا وصلت الى قناعة انه هاي واحدة من اربع خمسة نوع من البكتيريا ماشي ما ادري مثلا انا ادري بيني مثلا تيروفلاس كلها تخمرني بالجلوكوز هي صفة التيروفلاس بالجلوكوز زين وانا تذكرت انه هي تيروفلاس اخو داعي بعد ما اجي اسوي لها الجلوكوز فرمنتيشن حتى فرق بيناتهم وهي جلوكوز ما راح فرق بس يفيدني اسوي الجلوكوز فرمنتيشن حتى اثبت صفه العائله اثبت انه هيدروبكترياس يعني نقطه اضافيه للتثبيت رغم انه اكو خارج الهيدروبكترياس خمر الجلوكوز بس صفه العائله كل الهيدروبكترياس خمر الجلوكوز وكل تقريبا مطاير على عدد الجنسيات ونوع السالمون وكلور وبرينيا وسكتاج بقي كل المطاير تقريبا زين ونايتريت وزت ما يوم كله كل الهيدروبكترياس ما قاعد يسوي نايتريت تيست هذا الغرض التأكيد من التيروكتاس أما كتفريق بيناتهم فأختار دائما الاختبارات اللي تعطيني فرق يعني أنا الفرق مثلا كورانيو والأكتيروبايسيس عندنا فرق بيناتهم أسوي كنت ليس من الخطوات البداية قبل ما تشتري وعند بوزيتيف كورانيو وعند نيجاتيف أكتيروبايسيس فأختار الاختبارات اللي تفرقني مو أختار الاختبارات اللي هي تعطيني فيها بوزيتيف مثلا كلها أو تعطيني نيجاتيف كلها شو أسوي واضح؟ فالبايو كيميكال تيست الخطوة التاسعة، الخطوة العاشرة الأخيرة اللي هي السيرولوجي. السيرولوجي يعني مثلا جروبات الستريب يسموها لانسفيلد جروبين لانسفيلد جروبين فرق الستريب مثلا هي جروب A لو جروب B لو C لو D وهكذا يعني مثلا جروب دي هي انت بس في كاس انسان حاصل في بوكس ماشي مثلا جروب اي لك لك شيء جروب بي دي لك شيء وهكذا واضح فاعتمد على السيرولوجي يعني او البايو تايبنج نفس الشيء فالخطوه الاخيره بالايزوليشن اند ايدنتيفيكيشن اوف الاكتريا